تنفيذا لبرنامج الحملة التحسيسية من حوادث المرور بمناسبة شهر رمضان المبارك المنظمة من طرف المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالواد. تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتغزوت بعد توقيف حافلة لنقل مسافرين تعمل على الخط الجزائر الوادي، وبعد التحسيس والمعاينة تم العثور على كمية معتبرة من الحلوى التقليدية نوع قلب اللوز والمقدرة ب 387 كيلوغرام، أي ما يفوق 3000 قطعة، مخبأة بالصندوق الخاص بالأمتعة ولا يتوفر على أدنى شروط النظافة، أين تم توقيف المشتبه فيهم ورفعت ضدهم المخالفات التالية: ممارسة نشاط تجاري غير قار دون القيد في السجل التجاري، مخالفة عدم الفوترة، مخالفة عدم احترام إلزامية شروط النظافة والنظافة الصحية في شروط الحفظ عند النقل، وبالتنسيق مع ممثل التجارة بقمار تم إتلاف السلع المحجوزة. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بتغزوت فتحت تحقيق في القضية.